كانت مسامة ألف مبروك، فوز غالي للنادي الأهلي والعلامة الكاملة حتى الآن. طبعا ثلاث نقط مهمين جدا، انت متصدر الدوري لوحدك بوضوح، فمبروك لجماهيرنا ولكل من ينتمي للنادي الأهلي. عملت الشوط الأولاني كويس جدا وجبت هدفين، الشوط الثاني حصل لخبطة كبيرة، لكن برضو قدرت تجيب جون في الدقيقة 90 الجون الثالث، والاتحاد دخل بشكل كويس الشوط الثاني وأضاع ضرب الجزاء وأكثر من كرة لمبولولو، وحصل فيه ربكة شوية، ويعني أنا بس يعني بعيب بس على النادي الأهلي في حاجة، إن لما أكون كسبان ليه بلعب أكني خسران؟ يعني بيلعب بنفس سرعة وريتم الفرقة الأخرى ليه؟ يعني أنا في وقت النتيجة 2-0 جه عليا هجمة مثلا خطر بتاع، في مفروض هدوء وفي سيطرة واستحواذ على الكورة واخد وقتي في أداء الهجمة. يعني أنا بحس إن اللعب لما حد يجي يتفرج على الشوط الثاني من بره ممكن يقول الاهلي مثلا ده خسران او متعادل ومستعجل عايز يلعب لقدامه ويجيب جون، فانا بس هي دي النقطه اللي ما فهمتهاش الشوط الثاني، ليه بنلعب بنفس الوتيره اللي بيلعب بيها النادي الاتحاد؟ نادي الاتحاد بيلعب لقدام قوي وفاتح خطوطه ومش فارقه معاه وخلاص خسران 2-0 فعايز يرجع للمباراه باي طريقه، احنا بس مش مستحوذين على وسط الملعب كويس. يعني انا حتى لما حصلت التغييره بتاعت حمدي فتحي وقفشه قلت هنستعيد السيطره وهيحصل هدوء وهيحصل تركيز، لا نفس الاستعجال ونفس السرعه، مش سرعه بقى، نفس السربعه، يعني تروح الكره بسرعه لقدام تفقدها بسرعه تروح هجم عليك وهكذا الماتش، عايز الريتم كان يقل شويه طبعا وتحتفظ بالكرة شويه وتهدى على هجمتك شويه، انت كسبان حتى لو استحواذ سلبي، حتى لو استحواذ سلبي يعني انت يعني بالعكس كمان الموضوع ده هيوتر لعيبه الاتحاد وهيفتح لك كمان خطوطهم وهيبقوا مستعجلين يضغطوا عليك عشان يقطعوا الكوره، فهي دي النقطه. لكن في النهايه انت كسبت بنتيجه كبيره 3-0 ومتصدر الدوري لوحدك، فمبروك، والاخطاء البسيطه اللي بتحصل دي نعالجها الماتشات الجايه، وتاني مبروك للعيبه وللجهاز وللجماهير.